7 مساء، أهلا بكم. أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية أنها تفعل كل ما هو ضروري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في أي مكان في سوريا. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد في هذا المجال أنها قامت بكل المطلوب منها لوصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب، وهي لم تتلقى أي ضمانات تتعلق بأمن القوافل، حيث ما زال المسلحون يطلقون النار على الطريق الذي ستسير عليه هذه القوافل. أصيب 3 أطفال نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية المسلحة لمنازل المدنيين في خان أرنبة بعدد من القذائف. كما استهدفت المجموعات المسلحة في ريف القنيطرة بالقذائف الصاروخية قرية حضر وبعض النقاط العسكرية، وذلك في خرق لنظام التهدئة المعلن منذ الاثنين الماضي. وفي ريف حما خرقت المجموعات المسلحة نظام التهدئة عبر استهدافها بعشر قذائف صاروخية قريتي مريود ولمبطن. وهذه مشاهد من استهداف المجموعات المسلحة لمنطقة الحمدانية في حلب. قالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن تتنصل من تنفيذ التزاماتها، وأشارت أنه إذا وصلت ذلك فستتحمل المسؤولية عن إحباط التهدئة في سوريا. وأضافت الوزارة أن واشنطن غير مستعدة لحمل المسلحين الذين تدعمهم وينتهكون التهدئة على الالتزام بها. وأشارت الوزارة أن المجموعات المسلحة انتهكت نظام التهدئة 199 مرة منذ بدء تطبيقه. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تنفذ التزاماتها في سوريا بشكل كامل، والجيش السوري ينفذ التزاماته أيضا بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي للتهدئة. وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تريد الكشف عن فحوى الاتفاق حول سوريا لأنه سيوضح من يلتزم بتعهداته ومن لا يلتزم، لافتا إلى أن بلاده لن تفصح عن تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا ما لم تلمس الرغبة في ذلك لدى واشنطن. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والفرنسي جان مارك إيرلوت هاتفيا تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا. وذكرت وكالات أنباء أن الوزير الفرنسي أكد لنظيره الروسي دعم باريس لموقف موسكو الداعي للإعلان عن تفاصيل الاتفاق. وصلنا لختام الموجز، إلى اللقاء.